العمل ديال الاخ ديالي تيخدم انفيرميي دون ان لابوراتوار داناليز، يعني تيدير لي زاناليز بزاف ديال الناس. كان من بين الناس اللي كانوا خدامين في كورونا، يعني الناس اللي كانوا الوقيته اللي كانوا جالسين، هو الناس كان تيمشي تيدير لهم التحاليل. كيف يعقل ان واحد كان تيخدم مع الوطن ديالو في سبيل الوطن ديالو غادي يدوز بين عشية وضحاها من الناس اللي ولاو تيخربوا؟ هذا من سابع المستحيلات. انا الاخ ديالي من الناس اللي مشجعين ديال الفريق الجيش الملكي منذ معومة الاظافر ديالو الى يومنا هذا، حتى ولا من الناس المعتقلين ظلما وبهتانا. احنا الناس يعني العائله ديال بلا مقدم سفيان تيطالبوا الناس ديال القضاء، الناس ديال السلطه، يعني الناس السيد الحموشي، السيد عبد النبوي، الضابطه القضائيه، تناشدوا انهم يعطيو التعليمات ديالهم، الناس اللي عطاوهم المسؤوليه ديال المتابعه ديال هذا الملف، انهم يرجعوا غير للكاميرات. الى رجعوا للكاميرات انا متاكد مليون في المية الاخ ديالي غادي تمثل البراءه ديالو، وماشي غير الاخ ديالي، راه بزاف الناس معنا هنا. حنا ناظرنا هذه المساله، هذا حنا تنامنوا بالعداله، وتنامنوا بان الناس ديالنا ابرياء بما فيهم الاخ ديالي. حنا على ود هذه البراءه بقينا هذه السلطه الرابعه اللي تناشدوا انها تعاوننا ودير تشهير لهذا الملف باش الناس يرجعوا لهم، والله ينصر سيدنا. اللي قريت في الملف ديال اللي خديت من عند المحامي ديالي اللي دار جابوا من عند الامن، يعني في ولايه الامن، تحريض على الشغب، بيع الاقراص المهلوسه، شنو عاوتاني الثالثه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كاين الثالثه تخريب ممتلكات الدوله والغير، بيع الاقراص المهلوسه، والتحريض ثلاثه. انا منين تنقول انا قاري القانون، منين تنقول التحريض اعطيني شي اثبات ملموس، شي اثبات ملموس على هذا التحريض. الا كان راه التليفون ديالو مازال محجوز في الولايه ديال الامن، انا مع الناس يقلبوا، الا كان شي تحريض مرحبا، الا كان كما تيقولوا بيع الاقراص المهلوسه كاين شي محجوز مرحبا، تخريب كاينه شي كاميرا خويا تيخرب مرحبا. انا متاكد مليون في المية، وتنعرف خويا مزيان، حنا راه يعني ناس ديال عائله، ما تنمشيو بالعاميه، حنا تنمشيو بحيط حيط، يعني ما تنجبدوا مشاكل ما حتى حاجه. كون ما امنينش بالحريه ديالو بالصدق ديالو راه ما نجريش معاه حقيقه، غادي ندير محامي وغادي نكحز الاتساع. ولكن منين انا امنوا بهاد المسائل هذا راه غادي ندير اللي بيدي واللي برجلي وما نخلي فين نوصل. انا تنطالب سيدنا الله ينصره والله يحفظه والله يجازيه بعمره والله يطول عمره والله يحفظه لينا، الله يخلي ليه وليداته لما يعطي التعليمات ديالو. احنا ما تنطالبوش شي حاجه، تنطالبوا بالعداله. هاد العداله انا في نظري يرجعوا غير للكاميرات، الى بان لهم شي حاجه اخرى مرحبا، يرجعوا غير للكاميرات ديال التيران. الحمد لله التيرانات ديال المغرب عامرين كاميرات، الى رجعوا لهم راه ماشي غير الاخ ديالي اللي غادي يشد البراءه، بزاف الناس وعاد يشدوا الناس اللي دايرين. انا حين ضد تخريب بلادنا غادا وتتظاهر، الحمد لله ولات عندها سمعه زوينه، وغادي يجي واحد
الفئه قليله غادي يخربوا لينا البلاد. علاش حنا ضد هاد الناس هادو؟ الطريقه ديال الاعتقال. الماتش كان نهار الحد، مشاو ليه نهار الجمعه مورا داك الحد، يعني 6 ايام مورا سميتو، مشاو ليه اللابوراتوار قالوا لي غادي نديروا معك واحد التحقيق تورينا شي حوايج، وسميتو داوه حتى داوه دخلوه للمعتقل. على حساب الاقوال حيت ما كناش معاه، ولكن منين مشينا للسجن ديالو قال لك الاخ ديالي انا قال في التحقيق شي المسائل اللي كاينه نيت اللي هو عارف واللي شاف واللي دار، ماشي هي اللي تسجلات في المحضر. انا بناء على الاقوال ديال الاخ ديالي، انا كان في لابيجي يعني في الولايه، ما كنتش يعني راه ربي اللي كاين. انا الاقوال ديال خويا، انا تنهضر بناء على الدلائل اللي عندي. حنا عندنا قرص ديال ذاك النهار، جا الاخ ديالي مع 17:26 وخرج قبل ما السيفلي ديال الاربيتر، راه غير هذيك كافيه. الى رجعوا لي كاميرا راه مليون في المية غادي تكون البراءة ديال الاخ ديالي. انا قلت لكم قبيله الاخ ديالي والله الا ضعاف لواحد الدرجه، النفسيه ديالو متدهوره لواحد الدرجه ما تصورش. احنا تناشدوا سيدنا الله ينصرو، الله يحفظو لنا، الله يطول لنا في عمرو، ان يعطي التعليمات ديالو ان هذا الملف يتدرس ويتعالج زعما بطريقه قانونيه. احنا عندنا تنامنوا بالعداله، تنثقوا في العداله ديالنا. الحمد لله هاد الاواخر ولات استقلاليه ديال القضاء، الحمد لله. إلا مشات المسطرة مسائل يعني عادية، راه واحد مليون في المية ولا 100% إن شاء الله، يعني بزاف ديال الإخوان غادي يخرجوا براءة. ومع ذلك أن الناس اللي دايرين الشغب تاخذ في حقهم الإجراءات القانونية ديالهم. شنو سير التضامن بين مقاطعة ليسوفية كاملة مع الأخ ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا قلت لكم أنا سولوا أي واحد، الأخ ديالي ماشي غير في اليوسفية، حتى في يعقوب منصور. أنا جبت الوالدة وخا عيانة، جبت لها شهادات من الناس في يعقوب منصور تيشهدوا ليه بحسن السلوك، تيدير لهم يعني منين كاين ناس عاجزة مراض تيبغيو التلقيح ولا تيبغيو لي زاناليز، تيجي لهم حتى لدارهم بدون اجر، يعني لا جزاء ولا شكورا، هو بطبيعته تيدير الخير. انا قلت لك ما كنتش في خباري حتى مشيت تنجري عند المحامي اللي هو تيسكن نيت في يعقوب منصور، تنتفاجئ بشي شهادات اللي زعما الحمد لله كاين الخير، كاين ولاد الناس وكاين الخير. صبر، إن بعد العسر يسرا، دابا يفرج سيدي ربي وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.